إذا مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر العاجل من أحلاف نواحي بن سليمان. فعلى المباشر كيف ما ذكرت نلتقي من هذا المنطقة، منطقة المنسية، مع هذا الحالة الإنسانية اللي صراحة تبكي. تشوف هذا السيد طارح فراش، دموع ينزل من الفرج ديالك، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وحالته صعيبة، والحلم ديالو يرجع يوقف على رجليه لا أقل ولا أكثر. معنا الأخ ديالو ياك. أه تفضل أسيدي، مرحبا بك. اتصلتي بقناة شوف تي في باش توصلوا الصوت ديالكم والرسالة ديالكم لهذا الأخ ديالكم اللي في عمره 25 سنة، 30 سنة، في عمره 30 سنة طارح فراش. تفضل مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. كما كتشوفوا هذا الأخ راه مسكين كيحتاج المساعدة. هو طريح الفراش منذ حوالي شي 3 سنوات بحال هكاك، ما بقاش كينوض. كانت عنده إعاقة ذهنية، وهاد الإعاقة الذهنية وتحولت ليه الإعاقة الجسدية. يعني هو في الأول كان كيمشي وكان كيدير أي حاجة لراسو، دونك الصحة ديالو في الأول كانت صحة سلامة، كيخدم على راسو واقف ناضي، كانت عادية. شنو وقع من بعد؟ مريض مرض عقلي. من بعد أخويا حوالي 1-3 سنوات جاتو حمى، جاتو السخانة ولا كيتقيد الدم. كان صحيح ما كان عندو حتى شي حاجة في الأول؟ لا ما كانت عندو حتى حاجة. كيف ما قلت لك من بعد جاتو السخانة ولا كيتقيد الدم، وهو كيزحف لينا يعني من تماك. هو فهمت طريح الفراش معاق. كما كتشوف هو يا دابا راه ما كينوض ما والو، ما كيدير حتى حاجه. يعني الا ما بدلناش ليه حنا راه ما كيبدلش، الا ما دوشناش ليه حنا راه ما كيدوش حتى حاجه، ما كيعرف يديرها. حنا راه هو راه كما كتشوفوا مختل عقلي، زحاف مسكين، يعني ما كينوضش. راه من غير اللي ما ساعدناش حنا راه ما كيدير حتى حاجه. كما كتشوف دابا واخا ديتو للمستشفى، ديتو لشي بلاصه، كان فين ما كندول شي مستشفى الا وكيرجعونا، كيقول لك ما عندناش سرير باش نستقبلوه. ما عندوش سرير، راه مواطن هذا، علاش ما عندوش سرير؟ ما عندوش سرير باش كيستقبلوه. يعني في اي مستشفى دينا حتى السبيطار بن رشد في الدار البيضاء، ورجعونا على انه السرير ما كاينش باش نستقبلوه هذا المريض ديالكم. محمد الخامس المحمدي. واخا دابا شنو الرساله ديالك؟ شنو بغيتي تقول؟ الرساله ديالي هو الله يرحم الوالدين اللي شاف هذا النداء، يساعدنا على هذا الشخص المسكين لانه كيحتاج المساعده. مساعدة كيف ما كانت فهي مرحب بها. الشخص مسكين راه ما عنده ما عنده حتى حاجه، راه ما عنده اللي غادي يقابلو، ما عنده. الا خطينا حنا راه ما حتى واحد ما غادي يقابلو. انت كما كتشوف كل شيء بعينيك. عطينا الرقم ديالك وعاد نكملو معاك. الله 06 04 52 77 83. عاود عطينا مره اخرى. اذا هذا هو الرقم ديال هذا الاخ ديالو، يعني اللي بغى يتصل بيه ولا بغى يتعاون معاه ولا شي افاده فيتصل بالاخ ديالو. حنا كنتواجدوا بالمنزل ديالهم على المباشر من عين بوشني احلاف نواحي بن سليمان. ها الحاله ديالهم حاله بسيطه جدا كيف ما كتشوفوا، هذا المنزل ديالهم. ف الله يرحم الوالدين، ما تعاونوا مع هذا السيد لانه الظرفيه ديالو صعيبه وصعيبه بزاف. عاود عطينا الرقم ديالك. الرقم اللي قلت لك دابا ديالك، الرقم ديالك 06 32 13 21 64. هذا هو الرقم اللي عطيتينا. هذا الرقم الثاني. الرقم الثاني، عاود عطينا الرقم الاول. 06 اللي درنا في العنوان هو 06 04 04 52 77 83 83. هذا هو الرقم ديالك. هذا هو الرقم ديالي. واخا النفسيه ديالكم هنا في الدار، الام ديالو، الاب ديالو باقي، الام ديالو باقي الحياة. هي الام ديالو، هي الام ديالو، الاب ديالو هو هذا. واجي حداه، اجي حداه، اجي حداه. إذا الأم ديالو غتعطينا شي كلمة صراحة مؤثرة، محنون معاها مساكن. الله يلمح حنين، الله يلمح الخير. سيري سيري حدا راس الله يعطيك الخير. إذا الصورة أمامكم على المباشر مشاهدي قناة شو تي في، هذه الأم ديالو تعطينا شي كلمة حول ما يقع لها مع هذا الإبن ديالها. تفضلي يا لالا، مرحبا بك. ربي يخليك خوك وليدي، الله يعاود بخير. كيف دايرة مع ولدك؟ محنة بزاف، محنة محنة. قال الوليد دابا يهز معايا وما نقولش لك وصافي. انا بغيت زعما من يعاوني في الطبيب ويعاوني وليدي، راك عارف وكلشي.
وكان ولدي هذا ولدي خدام ضرب حساب تاع الحاج والولد غالب الله ما خدام شي الحمد لله الحمد لله المهم خالينا المهمه الحمد لله واخا ملي كتعودوا السبيطار علاش كديروا ايوا ولا بلانص ولدي قال لنا 4000 باش تدينا 4000 على هنا قال لنا القرار 4000 حنا ما نقدرش منك ما عندناش الميكانيك كيفاش غنس قال لي طلب لينا وليدي الفلوس تعورتنا تلك حنا في الجامعه ديالنا قلنا له تحاول تديه لنا تهزوا لنا نعطيكم زعما 2000 ريال باش نديروا قال لك لا 4000 ريال قال لك ولكن في غدي هاتي زيتي ما بقاش دابا 4000 ولا 2000 ولا ايه قال لنا زعما هاتي في غدي قال لنا تجيبوه لي قال بن سليمان قلت له وليدي هنعمروا لكم محضر بن سليمان قال لي قصا قرود دير لي زعما التصويره قال لي لا خاصني نشوف وانا ولدي راه مشلل ولدي مركبي كندير لك كندير لك يكون ما غادي لك غادي ندير دي فلومبلو ايوا ما ديناش وليدي دينا واخا دابا شنو تبغي تقولي للمغاربه اللي كيتفرجوا بغيت ولدي يعاونوني عليه كنطلب منهم يعاونوني على الله كنت كان ولدي انا عندي الولاد خدام اللي انا ما نسقلش قلت لوليدي نتصل بشي واحد ونقول ليها هكا ما نقولهاش لي الدري ولا مسكين عيط كذب ويضحك ذاك الشيء رجع ليه ولا زحم الكابي ما بقى ينوض مسكين ما بقى ولا نهار واحد اللي ضربت السخانه نهار واحد كان صحيح في الاول كان صحيح ولو عارف الخلا قلت لوليدي شرب ميه الراس وهز كاسو الراس لما وكلتو ما ياكل لما خرقتو ما يتخرق اللي كوش معانا زري الله يخلف عليك وعليها ولدي من الدار البيضاء واللي جاب لي هذه كروسه وجاب لي ليها البون الله يجعل ربي يخلص وكو هاز لي ولدي ليكوش من شهر لشهر يصيفط لينا هذوك العشره صيفط لينا حتى 12 وحده واخا تفضل تفضل إذا دائما مشاهدينا الكرام مشاهدي القناة تشوف ديك الصورة أمامكم هذا هو الشاب ذوي احتياجات خاصة اللي حالته حالة وما فيها ما يتشاف الله يدير ليه شي تاويل خير كلمة أخيرة لا بقى عندك شي كلمة تفضل مرحبا بك على قناة تشوف ديك وكيف ما كنقول لك أنا يا اللي طالع لهذا المباشر وتوفرت الإمكانيات نرجو المساعدة ديالنا راه كيما كتشوف يعني حنا أي مساعدة غنرحبوا بها سواء كانت طبية سواء كانت مادية أو معنوية حنا مرحبين بها أي مساعدات من عند الإخوان المحسنين حنا مرحبين بها ما عندنا إشكال حنا اللي كنتمناو هو أنه يتشافى ويرجع كيف ما كان هادشي اللي كنتمناو حنايا نتمناو لكم الخير إن شاء الله نتمنوا الخير ونتمنوا ان شاء الله هذا السيد يتشافى باذن الله وتعاونوا مع بعض المحسنين. اذا مشاهدي قناه تشوف تي في تبعتوا معنا هذا اللايف جد مؤثر ما بقى لي الا نودعكم دمتم في رعايه الله الى اللقاء نلتقي في بث مباشر اخر ان شاء الله نتمنوا لي الشفاء يا رب ان شاء الله الى اللقاء.